لهم نشاط ملحوظ جدا خلال العام. يعني انا شرفت بحضور جلسات كثيره للبرلمان، كنت سعيد جدا بالممارسه الشبابيه للشباب. الحقيقه كانوا يعني على قدر المسؤوليه وطرحوا موضوعات كثيره ناقشنا فيها، وكانوا فعلا فاعلين وكان لهم انشطه كبيره. يعني الحقيقه انشطه متعدده في اماكن مختلفه في العاصمه، وكان لهم مساهمات ميدانية، ويمكن حتى هم معظمهم حاليا في دورة تدريبية المحافظة منظمها ليهم. احنا سعداء بمساهمتهم، وانا اعتقد ان هم فعلا جيل واعد قادر على القيادة باذن الله قريبا. انا بهنيهم بهذا الموسم المثمر، وبهنيهم ايضا بانهم قادرين على العطاء بهذا الشكل، وبقول لهم لا احنا مطمئنين، احنا مطمئنين ان شباب زيكم فعلا هيكون ذخيره طيبه جدا لمستقبل مصر. كل سنه وانتم طيبين جميعا.